أبعث لكم بسؤال هذا، وهو أنني متزوج من زوجتي، واحدة تطيعني وتقوم بواجبي وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذي ليس منها، أما الأخرى فهي لا تطيعني ولا تسمع كلامي ولا تحب أولادي الذي من غيرها ولا تحب أيضا أقاربي، هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أهجرها وأتجنبها علما أن لي منها أولاد أفيدون مأجوري؟ هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها هي مأجورة ومشكورة على هذا العمل الجليل، وأما زوجة أخرى التي بخلاف ذلك لا تطيعك ولا تحب أولادك من غيرها ولا تحب أقاربك، هذه آثمة إذا لم يكن لنشوزها سبب، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعاشر زوجها بالمعروف، فإن لم تفعل فهي ناشز. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلك في هذه الحال، أي في حال نشوزها بلا سبب، لك أن تهجرها في المرجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها، لكن في الكلام لا تهجرها، لأنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام فقط، وأما في المرجع فلك أن تهجرها ما شئت حتى تقوم بما يجب عليها لك. نعم.